كان بيقعد النيل حوالي من 14 اشهر. كان اللمادي الفضان ده كان بيبقى واصل اللمه الغربيه بتاع البحر الغربي، كان بيبقى كله كده مي. اللي كان بيقطف شدوره عنده لحوم النيل كان بيركب مع فلوكه كده والطشت قدامه ويقطف ويحط في الطشت ويطلع بره. بعد السد ما اتعمل ما بقاش بيه فوضان بيجي هنا. البحر كله اتزرع لحد النيل الغربي والناس كلها الوقت زرعت وكل واحد خد له حته زرعها. الحقيقه قبل السد العالي كانت مصر في حاله فيضان النيل، كانت مصر بتغرق، كان الكره المصريه بالكامل كانت عبارة عن مباني بسيطة، لأن فيضان النيل كان بيهدم هذه المباني، فكانت كلها من الطوب اللبن والخشب لكي يتم تفكيكها وتركيبها مرة أخرى. أيضا الزراعة كانت الزراعة في موسم الفيضان بالدرجة الأولى، الفلاح بيجهز أرضه والبذور إلى أن يأتي الفيضان، وبالتالي كانت الزراعة محدودة. بعد إنشاء السد العالي مباشرة تم زيادة الرقعة الزراعية لمصر حوالي 1.5 مليون فدان في العام التالي مباشرة. وأيضا بالنسبة لتوليد الكهرباء، السد العالي الحقيقة شكل لمصر حوالي 80 إلى 90% من كهرباء مصر وقت الإنشاء. يعني جميع المحافظات المصرية تم إنارتها من كهرباء السد العالي. ايضا في صناعه تمت على كهرباء السد العالي، منها من اهم هذه المصانع مصنع نجح حمادي للالومنيوم، تم انشاؤه سنه 76 بكهرباء السد العالي. منذ إنشاء السد العالي خلال ال50 سنة الأخيرة الحقيقة زادت الرقعة الزراعية بحوالي 4 مليون فدان حتى الآن. زاد النشاط السياحي، حمى مصر من الفيضانات، ودي أكبر نعمة لا تقدر بمال. هذه الحماية من الفيضانات حمى المدن والقرى، حمى الآثار المصرية من هذه الفيضانات، لأن بنشوف المعابد كلها يعني الأعمدة المهدمة دي اللي كان بيدمرها الفيضانات. السد العالي ساهم في النشاط السياحي ورواجه سواء في بحيرة ناصر أو من أسوان إلى القاهرة عن طريق البواخر النيلية. هناك فيضانات شديدة، وشفنا السودان والفيضانات التي تحدث سنويا في السودان كان يحدث مثلها بالضبط في مصر.
ايضا شفنا فتره جفاف لم نشهدها في العصر الحديث، وهي من سنه 80 ل 87، 7 سنوات عجاف شفناهم في القاره الافريقيه، لكن لم يشعر بها المواطن المصري بسبب السد العالي. غير السد العالي غير حياه مصر، وهو بالفعل هو اعظم مشروع مصري على الإطلاق، سواء من العصر الفرعوني حتى الآن.